السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مجددا مشاهدينا في إطار تغطيتنا المتواصلة دائما عبر شاشة الجزيرة مباشر من قاعة تداول البورصة القطرية لمؤشرات الأسواق العربية والخليجية والعالمية وأيضا أسعار النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا بالأسواق التي افتتحت قبل قليل. الكويت افتتاح أخضر لكن بنسبة ضئيلة 0.3%. أبو ظبي 13%، تجعلها في المنطقة الحمراء. نتجه إلى دبي لنشاهد أيضا انخفاضا 0.4%، فيما سلطنة عمان تتجه إلى المنطقة الخضراء بنسبة ضئيلة قدرها 0.2%. نتابع من الأسواق العربية التي أغلقت أمس ولم تفتح بعد الأبواب، ونبدأ بالسوق الذي سيظهر الآن على الشاشة. على العموم سنتابع في المؤشرات الأخرى، فقد أنهت السعودية أمس تعاملاتها 0.7% انخفاضا بأقل من 5 نقاط. في البورصة القطرية أنهت التعاملات أمس منخفضة 13% بهبوط 5 قطاعات، بينها البنوك بخسائر البنك الوطني 17% والدوحة 18% وقطاع الصناعة بهبوط صناعات قطر 2.1% وأعمال 1.14% وقاد أريد تراجع الاتصالات. بالمقابل ارتفع العقارات أو ارتفع قطاع العقارات بمكاسب إزدان وبروة والتأمين بقيادة القطرية العامة 6.2% والإسلامية القطرية. اختتمت البورصة السعودية تعاملات أمس بتراجع طفيف 0.1% بخسائر 10 قطاعات بقيادة المصارف بتراجع الراجحي 1.1% والأهلي 0.3% والإعلام بهبوط الأبحاث والتسويق والصناعات الغذائية بتراجع نادك 4.5%. وارتفعت 10 قطاعات بصدارة الرعاية الصحية والاتصالات والمواد الأساسية بمكاسب 88 شركة بقيادة أسيج 6.3%. اختتم مؤشر البورصة المصرية EGX30 تعاملات أمس مرتفعا 16% بدعم من قطاعات السياحة والعقارات والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والمصرية للنشاء والمركز الطبي والدلتا للتأمين وبرميزة للفنادق ومصر للألمنيوم بنحو 10%. وتصدر الانخفاضات جراند انفستمنت والقاهرة للدواجن وروبوكس بن ب 8.4%. الآن مشاهدينا نترككم للتعرف على المؤشرات العالمية الأوروبية والأسيوية والأمريكية وأيضا أسعار النفط والعملات والمعادن. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الأستاذ محمد السقا الصحفي بجريدة لوسيل الاقتصادية. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك. المؤشرات الخليجية تسير على ما يبدو الآن بوتيرة متناغمة إلى الأسفل إلى المنطقة الحمراء، وإن كانت بنسب طبعا مختلفة. أسعار النفط لا شك أنها تؤثر، لكنها لا تؤثر بشكل كبير لأن هناك قطاعات أخرى غير البتروكيماويات في المؤشرات والأسواق الخليجية. ما الذي يجري تحديدا الآن وما هي
العوامل التي تؤثر بشكل مباشر؟ صحيح، يعني زي حضرتك اتكلمت على الموضوع انه على الرغم من انه في قطاعات اخرى تاثر باسعار النفط، الا انه بتبعيه تكون في تبعيه نفسيه نفسها بتاخد القطاعات حتى اللي لهاش علاقه مباشره مع اسعار النفط للانخفاض. لو نظرنا الان لو على مستوى دول الخليج نفسها ومستوى الاسواق اللي احنا شايفينها قدامنا، معظم الاسواق دي المحافظات المحليه داخليا فيها اصبحت ضعيفه، لم تعد بالقوه اللي اتكلت عليها خلال شهر فبراير مع اعلانات الارباح وغيرها والتوزيعات، وخلال مارس، ومارس حاليا بينتهي وهو موسم التوزيعات بينتهي على مستوى جميع الدول. لكن اعلان ارباح الربع الاول ايضا سياتي ربما يعني يحفز نوعا ما، هيبدا بعض الشيء، لكن حاليا لحين الربع الاول اللي هيبدا بعد خلال النص الثاني من ابريل او يعني بعد الاسبوع الثاني من ابريل، الفكره وما فيها هو انه حاليا نعود مره اخرى للارتباط عالميا. يعني دائما المؤشر العام للبورصات ما يبحث عن نقطة ما أو معامل ما للارتباط به ويصبح المحفز ليه سواء على صعيد الصعود أو الانخفاض. فالآن المحفز أو المعامل الارتباط الرئيسي للبورصات العربية نفسها أو المنطقة الخليجية مرتبط بأسعار النفط بنسبة كبيرة جدا يعني. طيب إلى أي مدى المحافظ الآن تتحرك وتدخل بشكل أو بآخر في الأسواق الخليجية والقطري بشكل صحيح خاصة؟ يعني لو اتكلمنا على السوق القطري، احنا طبعا شاهدنا خلال الفترة الأسبوع يعني في أول مارس ولغاية 20 مارس كان ترقية فوتس وتنفيذها للشريحة الثانية بالترقية على الأسهم القطرية في أسواق النشاء السنوية. الامر الان لو نظرنا لازم نوضح النقطه دي، هي انه تحرك المحافظ عاده عكس تحرك الافراد. الافراد جانب كبير منه بيكون مضاربي، يعني بيكون دخول مجرد على سهم معين هو بيستهدف سعر معين فيه، ومجرد وصوله ليه بيتخرج او بيبقى هو مجرد قابل نسبه معينه بسيطه من المكسب على هذا السهم بينفذ العمليه ويخرج مباشره. المحافظ والمؤسسات خاصة الأجنبية منها بيكون عندها استراتيجية مبنية على إنها بتبني مراكز على عدد من الأسهم اللي هي بتنظر لها نظرة طويلة ممكن توصل لأكثر من سنة وسنتين كمان، يعني 6 شهور 12 شهر سنتين حسب طبيعة السهم نفسه وأدائه وتوقعاتها نفسها لأداء السهم وإيراداته وصافي أرباحه وغيرها. فبالتالي تحركات المحافظ نفسها واضح خلال الفترة الحالية هي تعتمد على اقتناص الفرص، لأنه لديك بالفعل في العديد من الأسواق الخليجية، يمكن عندنا في السوق القطري في العديد من الأسهم اللي لازالت أسعار مغرية جدا على الصعيد الاستثماري، بعض منها حتى تحت سعر الإدراج اللي هو 10 ريالات. طيب السوق المصري هل متوقع أن يتماسك فوق 13000 نقطة؟ المفترض بعد تهدئة الأوضاع وأصبح الارتباط ما بين سعر الدولار والجنيه صحيح بالبورصة نوعا ما قل مقارنة بالفترة السابقة. شوف هو الكل اتحدث حتى على أنه سعر يعني مستوى 13000 يعني لم يوفي الجنيه حقه، يعني البعض تحدثنا أنه لو فضل المؤشر العام في ارتفاعه تجاوبا مع هبوط 15000 المفترض 15000 المفترض بالضبط. فالآن 13000 كسعر فني يعني سعر فني هو منطقي جدا، بل بالعكس مرشح ليه للصعود مع أي أمر إيجابي آخر، أو لا قدر الله لو انخفض سعر الجنيه أكثر من مستواه الحالي. فهذا هو المعامل الآن داخل السوق المصري. مشكلة السوق المصري حاليا، ودي يعني طبعا ده أمر غير جيد، هو عدم ارتباطه نفسه بأداء الشركات بشكل عام. يعني الارتباط العام في المؤشر العام المصري لو نظرنا ليه هو ارتباط بأسعار الدولار والوضع الاقتصادي والسياسي في الدولار بس فقط. يبقى معنا سيد محمد السقا. مشاهدينا الكرام، نذكركم دائما بأنه يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر. فاصل قصير، بعده لدينا فقرات أخرى، كونوا معنا. أهلا مجددا مشاهدينا. تعد المؤشرات من بين أهم الأدوات التي يتم من خلالها تقييم الأداء العام لاقتصادات الدول، كما تستعمل كقياس لأداء أسواق الأسهم بشكل إجمالي أو قطاعات معينة. اليوم مشاهدينا نتعرف على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. المؤشر هو الأول للأسواق الناشئة ويعد الأكثر استخداما في العالم لقياس أداء أسواق الأسهم الناشئة. المؤشر يضم 23 دولة حول العالم بمقدار عدد شركات وصل إلى 850 شركة باستثمارات تبلغ 3 تريليونات من الدولارات. المؤشر يحتسب قيمته بطريقتين، طبقا للقيمة الرأسمالية والناتج المحلي الإجمالي. رفع تصنيف أي بورصة يعكس اعترافا دوليا بالخطوات الإيجابية التي حققتها.
المؤشر يضع تصنيفات للأسواق تهدف إلى إرشاد المستثمرين ويدعم كفاءة الأسواق وزيادة عمقها على المدى القصير وأيضا الطويل. الإدراج في المؤشر يجلب السيولة الأجنبية إلى البورصة المحلية من خلال دخول المستثمرين الأجانب وتحسين كفاءتها وتنشيط التداولات. المؤشر يضم في أنشطته التداول على المحافظ وصناديق التحوط. انطلاقا من مورغان ستانلي هذا المؤشر المشهور المعروف، ماذا يعني كلمة مؤشر وما الذي يفيد حينما يقول هذا المؤشر بأنه سيدرج شركات في بورصة معينة؟ صحيح، يعني التجربة بسيطة. طبعا مورغان ستانلي من أهم أشهر الأسواق نفسها. ليه أهميته؟ لأنه تواجد عليه مجموعة من أبرز الأسهم على مستوى العالم، زي ما تحدثنا عدد كبير جدا من الشركات، رأس مال يغازي يعني يمكن الناتج المحلي لعدد دول متجاورة مع بعضها 3 تريليون دولار، يعني رقم مرعب. يعني لو نظرنا للأمر هنجد أنه إيه المهم نفسه للمؤشر. أنا ممكن بكرة مثلا أنشئ شركة وأقول أنا هعمل لها مؤشر وأضم ليه شركات. الأهمية هنا نفسها السمعة نفسه الخاصة بالمؤشر ده. ليه؟ مورغان ستانلي أولا بيعمل التصنيفات نفسها للأسواق سواء ناشئة أو رئيسية أو غيره، وبيبدأ يدرج الأسواق اللي هو بيشوف إنها قابلة أو لديها القابلية للإدراج عليه. ده طبعا بيكون ليه تقييمات معينة، لا خاصة بالسيولة، لا خاصة برأس المال، لا خاصة بأداء حتى القطاعات دي أو الاقتصاد العام نفسه اللي جواه الشركات دي نفسها. إيه الاستفادة اللي ممكن استفيدها؟ زي ما شفنا في مؤشر فوتسي، مؤشر فوتسي لما حصل عليه الترقية، احنا بنتكلم فوتسي اللي أقرب مثال لينا، خلال شهر مارس لما حصل الترقية الأولى ليه، كان الترقية الأولى يعني كانت قيمتها حوالي 500 مليون دولار. للتوضيح لمن لا يعرف، يعني أن مؤشر فوتسي اختار بورصة قطر بالزبط لإدراج 22 شركة ضمن أسهم على دفعتين، الدفعة الأولى سبتمبر والثانية مارس. بالظبط، حصل الدفعة الأولى في الجانب بالظبط، فوجدنا الدفعة الأولى منها دخل بس السوق رسميا 500 مليون دولار. الدفعة يعني هذا المؤشر اشترى على استثمر تلك الأسهم في البورصة أو في هذه بالزبط الشركات ب 500 مليون الجزء دولار. وفي الشريحة الثانية كان المبلغ أكتر، وصل لحوالي 615 مليون دولار. إيه أهمية ده كمان؟ مش مجرد حتى السيولة اللي دخلت عن طريق المؤشر نفسه، في العديد من المؤشرات اللي بيسموها مؤشرات تتبع المؤشر نفسه أو الصناديق نفسها تتبع المؤشر. من الأفضل ليه؟ لأن المؤشر أوريدي عامل لها الوزن الاستثماري لكل شركة وقايل لها مين الأقوى ومين الأضعف في المتوسط، وبتبدأ تنفذ عملياتها بناء حتى على توصية الإيه؟ الصناديق تشتري إذن بناء على أداء نفس المؤشر نفسه مورغان ستانلي. يعني من يشتري في هذا المؤشر يشتري في كل البورصات المدرجة عند هذا المؤشر. والجزء الأهم ليه جدا، وهو أنه أسهم شركات أصبحت على المنصات العالمية، فبالتالي الصناديق والمؤسسات العالمية أصبحت تستثمر عندك. سيولة أكبر دخلت السوق، جانب كبير منها أجنبي، توسع طبعا بيكون اعلى ليك واداء اعلى طبعا لشركتك على المنصات العالميه. هي يمكن دي اهم ميزه ممكن نتكلم فيها على ادراج الشركات سواء على MSCI او على فوتسي، ودي اهم نقطه. يعني اشكرك سيد محمد، ابقى معنا مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل لدينا التعليقات التي وردتنا على صفحتي برنامج البورصه على فيسبوك وتويتر، والمتعلقه بهذا السؤال الذي طرحناه، ويقول ما هي مقترحاتك الاقتصاديه التي تود ان توجهها الى القمه العربية في الأردن لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والرخاء للفرد والدولة والقدرة التنافسية بالأسواق الدولية. بعد الفاصل. نبدأ مشاهدينا مباشرة. هذا الحساب يقول جودة المنتج العربي تفرض فرصة للمنافسة في الأسواق الدولية، وللوصول إلى هذا الهدف ينبغي التركيز على البحث العلمي والتعليم الجيد والبنيات التحتية الضرورية لأي تقدم صناعي وفلاحي وتجاري. التبادل التجاري بين العرب والعالم الإسلامي قبل الآخرين. عندما ينتهي الفساد والاستبداد. سلطان، كرامتك وقوتك هي من تسوق منتجاتك. الإخلاص في العمل والصدق. الإهمال في الجودة لا يحقق المنافسة. منير يعلق، لا حياة لأمة تأكل أكثر مما تنتج. التكامل الاقتصادي يحتاج إتقان وإخلاص في العمل. محمد أو محمود يغرد على تويتر. يحيى السيد، عالمنا العربي متى يتحرك لتحقيق التنمية البشرية المستدامة ويحقق على الأقل التبادل التجاري؟ هناك مسمى السوق العربية المشتركة. صحيح، يعني نظرنا احنا من زمن طويل جدا وتحدثنا عن السوق العربية المشتركة وأهمية تفعيلها و
الامر الان يعني دعنا نتحدث يمكن لو نظرنا تجارب الدول نفسها لنهضة وحقائق نفسها حتى في ظل الصعوبات الشديده يمكن اصعب من اوضاعنا الحالية. نظرنا اليابان، اليابان نفسها لما عملت نهضتها الصناعيه لن تعتمد حتى على الاليات الاقتصاديه للدول الاخرى، وضعت لنفسها معايير، اصبح حتى للصناعه اليابانيه نفسها يعني سمعه في عدد المعايير المتعلقه بالصناعه. انت لو تريد ان كل السوق العربيه المشتركه او للانتاج العربي طبيعه وشخصيه ونجاح لابد ان تعتمد نفسك الشخصيه الخاصه بي وان يكون هناك بالفعل اخلاص من اجل تحقيق هذا الهدف. يعني الامر نفسه ليس بالشعارات او بغيرها او بغيرها، الامر الاهم ان انت توجد اليات حقيقيه لتنفيذ ذلك. بالفعل لديك في العالم العربي دول لديها القوى البشريه ودول لديها الحديد ودول لديها الماء ودول لديها كذا يمكن وكذا التكامل الاقتصادي اذا كانت هناك اراده سياسيه. لماذا لا نتكامل؟ اشكرك محمد السبطه الصحفي في جريده لوسيل الاقتصاديه، كنت ضيفنا في البرنامج، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه دائما عبر شاشه الجزيره مباشر، ننتظركم في تجدد ودائما مؤشرات متجدده عبر برنامج البورصه من قلب قاعه تداول البورصه القطريه. السلام عليكم ورحمه الله.